ابتدي كده ريكوردينج بدأ. تمام ماشي. السكشن ده عكس السكشن اللي فات، السكشن اللي فات كان خفيف كده والشيب صغير، السكشن ده كبير والشيب بتاعه كبير، فعايزين ايه ان شاء الله كده، وسكشن مهم، فعايزين نحاول نفهم الكونتنت كده كويس ونحاول نحل المسائل اللي في الشيت يعني ان شاء الله على قد ما نقدر. طيب ماشي ماشي. لو الصوت بقى مش واضح في اي وقت، او طبعا انتوا شايفين الشاشة صح؟ يعني السكرين باين صح؟ باين تمام. تمام. لو صوتي مبقاش واضح في اي وقت، لو السكرين اختفى في اي وقت، يا ريت اي حد يعمل لي نوتيفيكيشن. يلا نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي، احنا هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن النوليدج بيز عامه، وازاي نقدر نعمل لها ريبريزنتيشن، وازاي نقدر نعمل لها ريزونينج، او يعني استنباط او استنتاج يعني للنوليدج. طيب احنا عندنا في لاي نوليدج بيزد ايجنت هيبقى عندنا 3 ليفلز محتاجين نكونسيدرهم يعني ثرو الاستادي بتاعتنا. ايه الثلاثه ليفلز دول؟ او الثلاثه يعني الثلاثه ليفلز في الاستراكشر بتاع الايجنت نفسه. اول ليفل، ليفل النوليدج، ان الايجنت نفسه يكون عنده نوليدج معينه. نوليدج زي ايه؟ زي الجول بتاعه، انت هدفك تعمل ايه في الحياه، وايه الجيفنز بتاعتك. تمام. لو في جيفنز معينه لازم يكون عارفها، مثلا ايه التولز اللي معاه وحاجات زي كده. تاني ليفل، الليفل بتاع ايه، تعالوا كده نجيب اللي هي اليوزر بوينتر. تاني ليفل هو الايه، اللوجيكال ليفل. اللوجيكال ليفل ده اللي هو الرولز، يعني انت دلوقتي بقى معاك جول ومعاك تولز، وهيبقى معاك بعد كده بعد النوليدج الرولز اللي تقدر تستخدمها عشان خاطر ايه، تنفذ الايه او توصل الهدف بتاع الجول بتاعك يعني. تمام. تالت ليفل معانا هو الامبلمنتيشن او الاكشنز اللي انت محتاج تاخدها عشان تقدر تنفذ الرولز يوزنج التولز او النوليدج اللي عندك، بحيث انت تحقق الجول. تمام. انت عندك 3 حاجات: النوليدج، الرولز او اللوجيك، الامبلمنتيشن او الاكشن. تمام. حلو قوي. طيب حد عنده سؤال في الحته دي؟ يبقى احنا عندنا النوليدج بيزد ايجنت عنده كابابيلتي، لازم يكون عنده كابابيلتي ان هو يقدر يستور النوليدج او الستيت، الستيت اوف نوليدج، ويقدر يعمل لها ابديت، ويقدر ياخد اكشنز. تمام. طيب حلو قوي. طيب نوليدج ريبريزنتيشن، احنا محتاجين نريبريزنت النوليدج ليه، وايه الحاجات اللي احنا محتاجين نبرزنتها في الاخر؟ احنا سوفت وير انجينيرز، ففي الاخر احنا محتاجين نقدر نعبر عن الـ عن النوليدج او نبرزنتها يوزنج السوفت وير اللي معانا. فايه الحاجات اللي احنا محتاجين نبرزنتها في السوفت وير؟ الاوبجكتس اللي عندنا في السيستم، الايفنتات، الاوبجكتس لو اي حاجه، مثلا لو كان مثلا اي حاجه زي ما قلنا كليننج روبوت، فانت محتاج تبقى عارف ايه الاوبجكتس، مثلا الفرنتشر اللي موجود، الروبوت نفسه، الستيتس بتاعته، الحاجات دي. مثلا لو في موب، مثلا لو في اللي هي المساحه، الحاجات دي يعني. الايفنتات، اي بقى ايا يكن الايفنتس اللي بتحصل يعني، مثلا باب اتفتح باب اتقفل، الحاجات دي. برفورمانس، برفورمانس ميجرز دي اللي هي انت السرعه بتاعتك مثلا قد ايه، بتنظف بسرعه قد ايه، الكواليتي بتاعت النظافه بتاعتك عامله ازاي. فاكتس، مثلا فاكتس زي مثلا ان الاوضه اللي انت فيها او الشقه اللي انت بتنظفها دي مثلا 3 اوض وصاله بس، دي فاكت. مثلا حاجه تانية انت محتاج تقدر تبرزنتها في السيستم بتاعك او في السوفت وير بتاعك، الميتا نوليدج او النوليدج اباوت النوليدج. ده معناها ايه؟ معناها مثلا ان انت ممكن تكون بتقول ان كل النوليدج بتاعتي او كل الداتابيز بتاعي مثلا متيمبلمنت مثلا يوزنج اس كيو ال مثلا، ومستور على سيرفر مثلا على جوجل كولاب او اي حاجه يعني. في الاخر دي ايه، شويه نوليدج كده تحتاج تبقى مستوره في حته معينه عشان تقدر توصل للنوليدج نفسها. دي شويه حاجات تحتاج تبرزنتها، وفي حاجات تانية بس انت في الاخر لازم تبقى عارف انت بتبرزنت ايه وبتعمل له ريبرزنتيشن ليه. تمام. حد عنده سؤال في السلايد دي؟ تمام. طيب عندنا approaches كتير عشان ايه، عشان نبريزنت النوليدج. تمام.
هناخدهم واحدة واحدة، هنبص عليهم ونشوف أنهي أهمهم بالنسبة لنا يعني في الكورس. تمام. أول واحدة اللي هي السيمبل ريليشنال نوليدج، اللي هي إيه؟ اللي هي الداتا بيز العادية بتاعتنا، اللي هي عبارة عن تيبلز، يعني شوية بلايرز ليهم شوية اتريبيوتس. تمام. زي الويت والايج وهكذا، فانت بتسطرهم عن طريق ايه؟ تيبلز. موضوع ستريت فورورد يعني. دي السيمبل ريليشنال نوليدج. تمام. طيب ايه النوع التاني؟ النوع التاني اللي هو الفريمز، اللي هي بتبقى شبه قوي الاوبجكتس او الكلوسز، كلاسز والاوبجكت كونسبت اللي موجود في كورسز كتير وفي لغات برمجه كتير، يعني زي سي بلس وجافا وكده. القصه في ان انت بيبقى عندك انهيرتنس بتكريت كلاس، بيبقى ليه شويه اتريبيوتس، بيبقى في ليه يعني شويه خصائص يعني الاخر، وانت بتقدر تكريت منه انستنسز في بينهم وبين بعض ريليشنز. زي ايه؟ زي كلاس بتاع بيرسون. سوري كلاس بتاع بيرسون ده لما عملت انستنس بقى عندي اون ده اوبجكت من كلاس، و كده عملت انستنشيشن وبيرسون دوت بينهرب كل حاجه من المامل، وبقى في الاتريبيوتس بتاعته هاز بارت نوز وهكذا، الحاجات اللي احنا عارفينها عن كلاسز يعني كده. فدي طريقة تانية عشان نقدر نسطور بيها ايه السيستم بتاعنا. احنا السيستم بتاعنا اوبجكت اورينتد من الاخر يعني. طيب تمام. احنا الاثنين قلنا دولت مش اهم حاجة بالنسبة لنا، اللي هو المهم هقول لكم عليها لما يجي. السيمانتكس دي اللي هي الجرافس، اللي هي الفيرتيسز والايدجز والحركات دي، بيبقى يعني الايدج بتعبر عن الريليشنز بين الفيرتيسز اللي ممكن تكون في الاخر برضه اوبجكتس وكذا يعني. احنا زي ما احنا شايفين دلوقتي عندنا جون دوت بجون جيفتس بوك. البوك دوت هو انستنس من كلاس اسمه بوكس. تمام. يبقى جون بجيفتس البوك او بوك وان يعني توماري. تمام. والجيفت نفسه دوت برضو ايه، او جيف وان دوت ده في الاخر برضو ايه انستنس من الكلاس اللي هو اسمه جيفنز. يعني هو في الاخر دي اكزامبلز للحاجات اللي احنا ممكن نستعملها تو ريبريزنت النوليدج في اي سوفت وير او اي سيستم عندنا يعني. المهم بقى اللي جاي حاجتين. اول حاجه البرودكشن رولز واللوجيك. البرودكشن رولز اللي هي بتبقى بيزد اون اف ذن رول، يعني لازم تبقى حاجه اف وكذا ذن، اف كذا ذن كذا، اللي هو ايه؟ اللي هو بري كونديشن وكونكلوجن يعني. هو if the light is red then stop, if the light is green then go. الخصائص بتاعت النولج برزنتيشن ده ايه؟ اول حاجة ان هو مفهوم بالنسبة للايه؟ للانسان. عيب من عيوبه ان هو مش هتقدر تليرن بيه يعني، في الكيس بتاعتنا مش هتقدر تليرن بيه قوي. تمام. بس يعني زي ما قلنا هو مفيد في موضوع ان انت تقدر تتعامل، الانسان بيبقى فاهمه بسهوله، وفي نفس الوقت تقدر تريبريزنت بيه اي هيوريستيك نولج. هيوريستيك نولج دي يعني حاجات مسلمات كده وحاجات زي كده، احنا حاجات متعارف عليها يعني، اللي هو بالعرف كده اللي عارفينها يعني، حاجه ما بتبقاش اكيد 100% بس بنستعملها في حياتنا يعني اليوميه، زي ما بقول لك الطفل المصري اذكى طفل في العالم يعني هي دي في الاخر هيوريستيك، حاجه ما بتبقاش يعني صحيحه 100% بس الناس يعني بيستخدموها يعني in general في حياتهم. زي ما بقول لك برضو هنا Asians are good أو Asians are good in at math. يبقى Asians are good at math. فزي يعني في الآخر بتبقى حاجة مش 100% correct بس إحنا إيه بنستخدمها عشان نوصل للجولز بتاعتنا أسرع يعني. فدي بيبقى بسهولة نقدر إيه نrepresentها using production rules. طيب ماشي. تاني او اخر نوع معانا هو اللوجيك. اللوجيك ده سيمبلي اي لوجيك يعني، اللوجيك اللي احنا بنستخدمه العادي اللي هو يوزنج
اند اور ونوت وهكذا. الميزه فيه ان انت تقدر تليرن، يعني زي مثلا لان انت في الاخر اي يعني اي يعني اي نولج عندك قد ما تقدر تريبريزنتها بسيمبلز وتقدر تستنتج او تستنبط من السيمبلز ديت او الرولز اللي عندك رول جديده، فانت كده بقيت بتليرن. زي ايه؟ زي الاكزامبل اللي عندنا هنا، لو بقول لك ماركوس از مان وبقول لك اول مين ار مورتال، فانت قدرت تستنتج من 1 اند 2 ان ماركوس از ايه از مورتال. ده استنتاج لان هو السيستم ابتدى يعرف ماركوس ده از سيمبل ويعرف المان ده مثلا از كلاس او حاجه، ابتدى هو يعني ادام قدرت تعرف السيستم بتاعك او تعمل له ميميك ان هو يوزنج سيمبلز وقدرت تحوله للوجيك ريبريزنتيشن، ساعتها هتقدر تستنتج منه ايه رولز تانيه، لان انت عندك كانك معاك ايكويشنز، فانت تقدر تسولف ايكويشنز مع بعض فتطلع ايكويشن ثالثه، او تحل السيستم فتطلع يعني ريزلتس. فهي نفس القصه يعني، او هو نفس الابروتش. احنا بنستخدم اللوجيك عشان خاطر هو اسهل الاستخدام من وجهه نظر الكمبيوتر، ومن خلاله يقدر يليرن اسهل بكتير، اسهل بكتير من الايه من الناتشرال لانجويج، يعني انت تقول له اف كذا ذن كذا اف كذا ذن كذا وكذا. طيب حد عنده سؤال في الانواع بتاعه النوليدج ريبريزنتيشن؟ تمام ماشي. عندنا different reasoning patterns، تمام، اللي هو ايه يعني طرق مختلفة للاستنباط او الاستنتاج. طيب اول نوع اللي هو ايه ال deduction، اللي هو الطبيعي، يعني لو انا عندي certain rule when it rains the grass gets wet، دي rule، فانا لو اتحقق عندي precondition فالمفروض الconclusion يتحقق، فهو ده deduction. لو هي مطرت خلاص يبقى انا الجراس عندي بقى ويت، يبقى ده كونكلوجن. انا thus the grass is wet هو ده الديدكشن، ان انا ايه لما اتحقق عندي البري كونديشن الكونكلوجن ايه اتحقق، تمام. ودي على طول 100% كوريكت، بمعنى ادام انا معرف رول عندي في السيستم والبري كونديشن اتحقق يبقى 100% الكونكلوجن لازم يتحقق، تمام، عشان اللي جايين مش 100% كوريكت. طيب حد عنده سؤال في الديدكشن؟ تمام ماشي. عندنا بعد كده الاندكشن. الاندكشن ده بيدبند على ايه مجموعه اكزامبلز، تمام. يبقى انا عندي مجموعه اكزامبلز وانا بستنتج من الاكزامبل دوت حاجه معينه، تمام. يعني ايه؟ زي الاكزامبل اللي عندنا ده، I have seen 1000 lake ravens، تمام، وانا عمري I have never seen a raven that is not black. فانا عندي اكزامبلز كتير جدا الريفنز اللي هم يعني الغربان سود، فانا قدرت استنتج، يعني انا استنتجت الرول، يعني هنا ريفنز او every raven is black، تمام. يبقى انا عندي ايه؟ يبقى انا بقى عندي الرول استنتجت من عدد معين من الاكزامبلز. هل ده 100% كوريكت؟ لا، يعني في الحاله بتاعتنا في الغربان ممكن يكون صح، بس في حالات مهما كان عندي اكزامبلز كتير ما اقدرش اقول في الاخر ان ده الصح يعني، تمام. فده مش 100% كوريكت، لان انا استنتجت رول بيزد على اكزامبلز، مش لازم تكون الاكزامبلز بتاعتي بتغطي كل الحياه يعني، تمام. طيب حد عنده سؤال في الاندكشن؟ طيب تعالوا نروح لثالث نوع، الا هو الابدكشن. الابدكشن عكس الديدكشن، يعني لو انا عندي رول when it rains the grass gets wet، فانا بقول ايه؟ بقول لو الجراس مبلول يبقى انا هقول اكيد هي مطرت قبل كده، يعني هو بنسبه كبيره هي مطرت، بس هل ده منطقي؟ لا، يعني ممكن تكون اي حاجه تانية حصلت، واحد دلق ميه على الارض مثلا او حاجه. يعني هنا لما انا شفت ان الكونكلوجن موجود فانا اسيومت ان البري كونديشن اتحقق، تمام، ان هي it must have rained، بس مش لازم تكون دي الرول الوحيده اللي عندي في السيستم. يعني مثلا لو هي مطرت الجراس هيبقى ويت، او مثلا لو مثلا اي حد لو احمد وقع ميه على الارض يبقى الجراس برضه هيبقى ويت. فانا هنا
البريكونديشن ان انا اسيومته ده مش لازم يكون هو الصح، ممكن يكون في ايه بريكونديشن تاني حصل، فهنا برضو مش 100% كوريكت. يبقى انا عندي حاجه واحده هي 100% كوريكت الا وهي الديدكشن، واثنين مش 100% كوريكت الا وهم الابدكشن والاندكشن. واللي انا مهتم بيهم اصلا في الكورس بتاعي او اللي انا مهتم بيه في الكورس بتاعي هو اللي هو الديدكشن. حد عنده سؤال في الحته اللي احنا قلناها دلوقتي؟ ماشي تمام. طيب باشمهندس ينفع بس 10 دقايق عشان نصلي؟ ينفع 10 دقايق بس عشان نصلي؟ خلاص مفيش مشكله ماشي. نرجع الساعه دلوقتي كام؟ ماشي نرجع 7. حلو تمام شكرا. طيب خلاص تمام ماشي. يا شباب يعني روحوا ونرجع الساعه 7 بالظبط.
نكمل. تمام، مش مانع. الديمو والسكرين واضحة صح؟ تمام. هو انا مش بيقطع ولا هو مش بيقطع حد كده الصوت بيقطع شوية، الصوت بيقطع شوية. انا حاسس ان كانت الدنيا بتخربش، مش عارف انا كان مش كده ولا عنده مشكله. بس انا قاعده كده، معلش ثانيه واحده. الصوت كده واضح طبعا يا شباب، لسه مش واضح. تمام، حد غير عبد المجيد يأكل عليها؟ معلش هو لسه بيقطع سنة. تمام ماشي. طيب تمام، خلينا نكمل. طيب انا هسيب ان انا صوت تمام يعني، ولو حد صوتي بيقطع عنده يعني يا ريت يقول. ماشي ماشي. هنقول او هنتكلم عن ايه دلوقتي؟ نتكلم عن البروبوزيشنال لوجيك. البروبوزيشنال لوجيك دوت هو سيمبل لوجيك، شبه اللوجيك العادي احنا بنستعمله. في سيمبلز عاديه بنستعمل سيمبلز، بنحاول نعبر عن اي انتيتي عندنا في السيستم او اي اليمنت بسيمبل، زي it is hot دي بي بي، it is humid دي بي كيو، it is raining بار، وهكذا. وعندنا شوية operations، دي النوت ده الشكل بتاعها، ودي الاور ده الشكل بتاعها، وعندنا الان. الثلاثة دول المفروض اتعاملت معاهم قبل كده كتير بس اشكال مختلفة يعني. عندنا بقى الاشكال الجديدة او الاوبريتورز الجديدة اللي عندنا، عندنا implies وده هنشرحه كمان شوية، وعندنا equivalent. equivalent يعني ايه؟ الاثنين equivalent لبعض لو هما two sides يعني. فاحنا بيبقى عندنا statements او rules يعني اللي بنستعملها في اللوجيك بتاعنا، بتبقى عبارة عن شوية symbols وشوية ايه؟ operators. خلاص؟ خلينا كده نبص على الاكزامبلز اللي عندنا ونشوف هنشتغل عليها ازاي يعني ان شاء الله. اول حاجة عندنا الاند زي ما قلنا، ده الشكل بتاعها، وده الاور، وده الشكل بتاع امبلويز، وده الشكل بتاع equivalent، وده الشكل بتاع نود. تمام. وزي ما قلنا عندنا شويه سيمبلز، وعندنا لوجيكال كونستنسز اللي هي ايه؟ اللي هي ترو فولز. فاي لوجيك لازم يكون عندنا ترو ايه وفولز وسيمبلز واوبريتورز. تمام. حلو قوي. نروح للسلايد اللي بعديها. طيب تعال نتكلم عن الامبليكيشن. يعني ايه P implies Q؟ تمام. P implies Q يعني طول ما ال P بزيرو، الاوتبوت بتاع الستيتمنت دوت ب 1. يعني انا ما اقدرش احدد او انا ما انا مش مهتم بالفاليو بتاعت ال Q، لان على طول ال P بزيرو، ف الامبليكيشن على طول بايه؟ بترو. طيب لو البي بقى ب 1 في الحاله دي، لو الكيوب 0 الامبليكيشن هيبقى ب 0، لو الكيوب 1 الامبليكيشن هيبقى ب 1. يعني من الاخر هي كانها بالظبط نوت بي
اورد مع الكيو. لو النوت بتاع البي اللي هو هنا الزيرو زيرو هيب 1 1، ساعتها على طول هتطلع ب1 اورد مع الكيو. يعني في الكيس بتاعه ان الكيوب واحد، ساعتها الامبليكيشن هيبقى بواحد، فبرضه هتبقى دي ايه هنا بواحد. فالامبليكيشن اللي هو بي امبلايز كيو دي ايكويفالنت تو تعالى كده نكتبها كوزن تو نوت بي فور كيو. ده نفس الكيس بالظبط، ممكن تبقى تثبتوها يعني لو حد حابب يعني يثبتها يعوض، وهتلاقي نفس الريزلت بالظبط. فاحنا عندنا حاله واحده بس الامبليكيشن بيطلع فيها زيرو، اللي هي 1 و 0 بس كده. غير كده كل الفاليوز اللي في الترو ستيبل بتطلع ايه، بتطلع ترو. حد عنده مشكله هنا في الامبليكيشن؟ انا اتمنى يكون صوتي واضح وفي نفس الوقت تكون السكرين واضحه. اتمنى ماشي تمام حلو قوي، شكرا جزيلا يعني ان انت اكدت عليا. عارف الواحد بيبقى خايف بقى من ايه، ان هو يبقى قاعد يكلم نفسه، فمشكله ماشي. طيب خلينا نخش على الجزء اللي بعديه. طيب احنا قلنا ان احنا بنستخدم، يعني احنا بنتكلم كلام عادي الهيومن يقدر يفهمه، وبعد كده بنوصفه بالبوزيشنال لوجيك. طيب فانا في الكيس اللي عندي، انا ازاي اعرف ان انا عندي امبليكيشن في الجمله؟ لو جالي حاجه من الحاجات اللي قدامي دي، لا هي اف بي ذن كيو، بي امبلايز كيو، اف بي كيو، بي اونلي اف كيو، كيو انليس نوت بي، وهكذا. فالحاجات دي احنا محتاجين نبقى عارفينها. هي ممكن تكون يعني حاجه رخمه سيكه، بس انت يعني ممكن تقدر تطلعها باللوجيك لو انت الانجليش بتاعك كويس، فاهم يعني ايه امبلايز، تقدر تطلعها من غير ما تحفظ دول يعني كده كده. فانت تقدر تستنتج كل دول من ايه اللي هي اف بي ذن كيو، ولو انت يعني متردد او كده ممكن تحفظهم وخلاص يعني. هو مع البراكتس هتلاقيك ايه حفظتهم او حفظت معظمهم يعني. تمام، فدي الحاجات اللي انا من خلالها اقدر استنتج ان انا عندي امبليكيشن. طيب حلو قوي. طيب عندنا اربع حاجات مهمين في اي نوليدج بيز بيوصفوا النوليدج بيز بتاعتي. اول حاجه الانتربريتيشن، دوت هو الكومبليت اساينيشن بتاع ترو اور فولس لكل الفاليوز، لكل السيمبلز اللي عندي. يعني ايه؟ يعني انت لما بتيجي تعمل true table، تعالى نطلع بس ال pointer. لما باجي اعمل true table مش بقول مثلا انا عندي two variables، بيبقى عندي اربع احتمالات، او من الاربع احتمالات دول احنا بنسميهم ايه؟ interpretation. خلاص، ان انا عندي اربع احتمالات اللي هو false 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 true true false true true. الاربع احتمالات دول دوت ايه؟ ده ال complete assignment لكل الايه؟ لكل symbols اللي عندي. طيب الموديل، الموديل ده واحده منهم، واحده من الكمبيوتر اساينمنت. تمام، يعني وان كومباينيشن بنسميه موديل. طيب السنتنس، بنقول على السنتنس انها ساتيسفايبل لو عندي وان موديل ايفالويت ترو. يعني انا عندي مثلا اربع احتمالات، قلنا عندي بي وكيو وي جيت، قلت على واحد فيهم ان هو بيطلع ترو، الاوتبوت بتاعه بيطلع ترو، ذن اقول ان هو ايه؟ ساتسفايبل. تمام، بس بقول على السنتنس انها valid لو كل المودلز او الانتربريتيشن كلها ترو. تعالى كده نشوف الكلام ده. يعني الاكزامبل اللي قدامنا ده، انا دلوقتي عندي بي وكيو، فعندي كام احتمال الانبوتس؟ اربع احتمالات. الاربع احتمالات دول بقول عليهم ايه؟ انتربريتيشن، ده الكومبليت اساين. تمام، واحده بس منهم بسميها ايه؟ موديل. طيب الرول ديت، لوجيكال رول ديت،
بسميها بقول ان السنتنس دي بتساتسفاي ليه او ساتسفايبل ليه؟ عشان عندها one model بيفاليويت لترو. تمام. طيب وبقول على السنتنس دي is valid لان كل المودلز او الانتربريتيشن كلها بتفاليويت لايه؟ لترو. حد عنده سؤال في الاربع تعريفات دول؟ interpretation model satisfiable valid. اتفضل قول. يعني يا باشمهندس اول واحده اللي هي فولس فولس بتاعت البي والكيو دي تعتبر موديل فين يعني ايه دي بالظبط دي موديل دي موديل ودي موديل ودي موديل ودي موديل اربعه موديل. هو مش المفروض ان الموديل دوت بيبقى الاساينمنت او الكومبينيشن اللي بيطلع ترو في كل الستيتمنت؟ صح ايوه اللي انت قلته مظبوط. لازم اكون الاساينمنت دي بتطلع في الاخر ترو. الاولى والثانيه والاخيره دولت مش مودلز. يعني لازم الموديل تكون assignment بتطلع في الاخر true. فزي ما انت قلت صح كده. فهي الموديل دي واحده من interpretation ولازم في الاخر تكون evaluate true. شكرا على يعني الاضافه ديت لان دي مظبوطه فعلا. حد عنده سؤال تاني غير ال interpretation والموديل؟ هي في كذا sentence pure q pure q n كذا فأني واحدة اعتمد على الموديل يعني زي ما قلنا الموديل هي يعني انا بالنسبه لي الموديل دوت بالنسبه للسنتنس تمام. فالموديل بتاع السنتنس ديت السنتنس دي بس تمام هي هو الست دي اللي هي ترو فولس خلاص. طيب الموديل بتاع السنتنس دي هي دي موديل ودي موديل ودي موديل. طيب السنتنس دي عندها أربعة مودلز صح كده ولا انت تسأل حاجه تانية؟ تمام يعني موديل وساتسفايبل وفاليد للسنتنس اللي هي بي او كيو وهكذا. انتربريتيشن هي كل الاحتمالات بتاعت بي او كيو بالظبط. الانتربريتيشن دي خاصيه للسيمبل نفسها الباقي دولت خصائص السنتنس نفسها. تمام. حد عنده سؤال في الحتة دي؟ تمام. خلي بالك احنا هنا عشان دولت set of sentences فده انا بسميه knowledge base بتاعي. فعشان كده انا قلت في الاخر ان الموديل هو ده بس. ليه؟ لو انا اسيومت ان النولج بتاعتي هما الثلاثه دول مع بعض يبقى لازم تكون الموديل بتحقق الثلاثه. فعشان كده اسيومت ايه ان هي دي بس. بس لو انا بس عندي سنتنس واحده في النولج بيز بتاعتي وهي دي فساعتها اي واحده من الثلاثه دول هتبقى موديل. لو عندي دي بس فاي واحده من الاربعه دول هتبقى موديل. لو عندي دي بس فهي دي بس اللي موديل. في الكيس ان الثلاثه دول هما النولج بيز بتاعتي فالموديل هو لازم يحقق الثلاثة. لازم يكون الثلاثة ترو. تمام ماشي حلو قوي. خلينا نخش على اللي بعده. طيب ماشي في عندنا حاجة اسمها sound rules of inference. من الآخر أنا في الحتة دي ببقى عايز يعني أستنتج أو أستنبط rules من rules. تمام بقى عندي premise أو givens. لو عندي شوية givens يعني شوية sentences true يعني هو بيقول لي ان كذا ده بترو وكذا ده بترو فانت بتقدر تطلع conclusion ان حاجة تانية بترو. زي ايه؟ زي هي ليها اسامي تمام. المود بونرز بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو انت عندك الايه بترو خلي بالك البريمس يعني الجيفنز دي بترو تمام هي مش روز وخلاص. الاي هنا بترو وكمان الاي امبلايز بي بترو يبقى انا عندي الاي بترو اند اي امبلايز بي بترو ذن البي بترو. ده معنى الجمله دي اللي هي مود بونيمز. ده نقدر نعمله ازاي؟ تعالى نجرب كده نعملها. تمام ماشي. يبقى انا عندي لا عشان اترجم الجمله دي بقول ايه
وبعد كده عندي am، بعد كده عندي هنا a implies b اللي هي ايه، اللي هي not a or b، صح؟ طيب ده الايه، ده ال بسم الله الرحمن الرحيم، ده الرول اللي هي ايه اللي انا اقدر استنتج منها البي. حلو. طيب فده معناه ايه؟ ده معناه ان الايه، لو انا هوزع ان نوت ايه اور ايه، حلو الكلام، سوري اند البي، حد عنده اعتراض على، معلش على الخط بتاعي كده، اند ودي نوت ودي اور ودي اند برضه، ماشي؟ طيب ادي ايه اند، سوري ايه اند نوت ايه، حد عارف دي ايه؟ حد كده يقول لي. زيرو. يعني لو دي بواحد دي بزيرو، بزيرو مظبوط. طيب فزيرو اور اي حاجة ايه بالحاجة، فيبقى عندي هنا ايه، ايه اند بي. طيب ايه اند بي؟ طب يا معلم انت كده ما اثبتش بي، بس انت كده اثبت ايه اند بي، ما احنا قلنا ان الاي دي بترو، ف وان اندد مع اي حاجة بايه، الحاجة نفسها، فانا كده قدرت اثبت الوجن ده. اي حاجة من دول تقدر تثبتها بنفس الطريقة. فاحنا عندنا نود opponents زي ما قلنا A and A implies B، دول الاثنين بترو، الconclusion بتاعهم ايه؟ بB. طيب نود tolerance يقول لك A and not B implies not A، برضو بي. خلي بالكو ان دي برضو general rule تقدروا تثبتوها، ان A implies B means not B implies not A، تمام؟ دي برضو حاجة ممكن تعمل لها proof، يعني ممكن تعمل truth table وتجيب كل values بتاعت A implies B وكل values بتاعت not B implies not A وتقدر تطلعها او تقدر تستنتجها برضو، تمام؟ فانت عندك هنا mood tolerance A لو هي A بترو and not B implies not A برضو بترو، ساعتها ايه ال B بترو. طيب ال and introduction لو ال A بترو and ال B بترو، اللي انا قلته هو اللي مكتوب هنا، انا قلت ال A given انها بترو and ال B given انها بترو، فده ب1 وده ب1، معنى كده ان ال ending بتاعهم ب1، ده منطقي يعني، يعني دي حاجة trivial. فاهم؟ لو بصيت لها كده تقول ايه يا عم الكلام ده، ما هو ده كلام فارغ، ما هي دي ب1 ودي ب1 فالاندنج بتاعهم ب1، فاهم يعني؟ بس هي شويه رولز كده عندنا في المرجع او في المنهج، يعني يعني في حاجات منهم زي دول لا بيقدموا حاجه جديده، وفي حاجات زي دي لا انت منطقي، يعني منطقي ان لو دي بترو دي بترو الاندنج بتاعهم ايه؟ بترو. طيب عندنا الاند اليمينيشن، الاند اليمينيشن لو الاندنج بتاع الايه اند البي بترو، يبقى اكيد كل واحده فيهم بترو، ده معناه كونكلوجن ان الاي بترو والبي بترو، تمام؟ بس هو كاتب هنا يعني واحده بس منهم يعني، بس ده منطقي يعني، لو انا عندي الاندنج بتاع اثنين بترو فده معناه ان الاي بترو والايه والبي بترو. طيب عندي حاجه اسمها يونت ريزوليوشن، انا عندي اي اور بي بترو، يعني ده الفاليويشن بتاعه ترو اند نوت بي، ده برضو بترو، ساعتها ايه؟ ساعتها ايه؟ دي انت ممكن تحلها بعينك، لان انت قلت النوت بي بترو، لو انت عوضت معنا كده ان البي بفولز، فايه اور فولز اي حاجة اور زيرو بالحاجة نفسها، فدول كلهم تقدر تثبتهم يعني، تقدر تستنتجهم عادي as a proof، وممكن تعملهم بترو ستيبل برضو. بعد كده عندنا resolution، resolution rule بتقول لك ايه؟ بتقول لك ايه
or P لو هي بترو and not P or C برضو بترو ساعتها ال A or C بترو ودي برضو تقدر تعمل لها proof. حد عنده سؤال في rules of inference؟ يا اسامي الرولز دي لازم نحفظها صح؟ بص هقول لك على حاجه يعني انا كنت في السنه بتاعتي لما كنت بدرس الماده دي كنا في الاول الدكتور كانت بتقول ممكن تكتبوها يعني مثلا لما تستخدمها تقول انت استخدمت كذا بس بعد كده ما كن يعني بعد كده قالت عادي يعني مش عايزين تكتبوها عادي اهم حاجه تبقى عارف ان انت يعني ايه يعني هقول لك على حاجه هو السؤال مثلا ممكن يجي لك يقول لك ايه يقول لك سولف كذا يوزنج ات ليست وان مثلا ريزولوشن مثلا انت مش لازم تكتب يعني مثلا انت عملت مثلا 10 ستيبس بروف واحده فيهم كانت ريزولوشن مثلا انت عارف انها موجوده في حته خلاص بس انت لو انت مش عارف ان الستيبس بتاعتك فيه ريزولوشن فهتبقى عندك مشكله فاهم قصدي يعني ايه يعني ممكن السؤال نفسه يقول لك مثلا وانت بتبروف استخدم ريزولوشن مثلا واستخدم مثلا كذا اتليست مره او حاجه فانت تبقى فاهم ان انت وانت بتكتب الستيبس لازم مره تعمل ريزولوشن تمام بس ده مش معناه ان انت تبقى حافظهم عشان خاطر كل مره تستخدمهم هتكتبها يعني مثلا انا عملت دي اند دي بقى مش عارف مود كوننس عملت دي اند دي بقى مش عارف اند انتدكشن فاهم بس على الاقل لما يجي لك السؤال يقول لك استخدم ريزولوشن لما تستخدم انت ريزولوشن تبقى عارف انت استخدمتها فهمت قصدي هو الموضوع يبان غريب بس السؤال ساعات بيجي كده فعلا يعني يقول لك مثلا بروف كذا يوزنج مثلا يونت ريزولوشن مثلا انت هتستخدم حاجات تانية بس على الاقل استخدم ايه يونت ريزولوشن مره فلو انت مش عارف هي شكلها عامل ازاي هتبقى مشكله فاهم تمام اه فهمت بس تمام حد عنده سؤال تاني طيب تمام حلو ايه ده على طول كده ماشي بصوا احنا الشيت ده كبير فخلينا نمشي فيه واحده واحده حلو وان شاء الله نخلصه يعني وتبقى كل حاجه واضحه يعني انا هقول لكم ايه الاسئله اللي هي هتبقى مهمه ولازم تذاكروها جامد واحنا ماشيين برضو ايه بحيث انتم تركزوا عليها بس هو الشيت كله كويس يعني وفي افكار حلوه طيب اول سؤال انا بيقول لك ايه هو هنا مديك جدول هو هنا مديك جدول تمام الجدول ده بيقول لك العلاقات بين اربع بنات تمام يعني مين فيهم بتحب الثانيه وهكذا هم اربع بنات صحاب يعني فهو بيقول لك عندك سيل اي وجي فاحنا نقسم ان الفيرتيكال دول الاي والهوريزونتال دول الجي فبيقول لك تشيك السنتنسز اللي موجوده تحت دي وقول مين فيهم ترو ومين فيهم لا تمام فانا عايز حد الناس كده ايه انتراكت معايا عشان نخلص الشيت بسرعه لو ما عملناش انتراكشن الشيت مش هيخلص بسرعه وهنبقى متاخرين طيب بيقول لك اول سنتنس بيقول لك ابي لايكس دانا هل من الجدول انت شايفه ده ابي بتحب دانا تمام حلو قوي اللي بعده دانا داز نوت لايك ابي هل دانا ما بتحبش ابي True. تمام أبي likes كودي or دانا أبي يا إما بتحب كودي يا إما بتحب دانا True. حلو قوي أبي likes someone who likes her أبي بتحب حد بيحبها True. ركز كده صح هي صح بس انا يعني قلت لك خطا ماشي عشان هي بتحب كودي وكودي بتحبها برضو مظبوط مظبوط كده ماشي somebody likes everybody يعني في حد بيحب كل الناس true لا هي فولس صح لازم يكون جنبه مش true عشان كودي لا كودي من في حد ما بتحبوش هو everybody لازم تحب نفسها تمام ماشي يعني هو في اللوجيك بقى احنا ما فيش الحته دي فاهم ما فيش يعني هو كل بيحب كل انا بحب كله ماشي تعال نخش يعني نجيب الانسرز طبعا هبعت لكم طبعا السلايدز بالانسرز على الشيت تمام حلو تعال نخش على السؤال اللي بعده بيقول لك ايه انت اعمل التيبل بقى
خلاص يعني احنا عايزين نعمل تيبل يوزج السنتنسز اللي جايه دي. فتعالوا نرسم التيبل بقى. الله بينا. ماشي. على خطي. ماشي. تمام. فهنا هنحط ابي وهنا هنحط بس وهنا هنحط كودي وهنا هنحط دان. نفس الكلام ابي بس كودي دان. ماشي. بقول لك دانا لايكس كودي. هنحط صح فين؟ خلينا يعني خلينا نبص لها من كده. هنبص كده. تمام. هنبص اخر تحت الروك كولوم. اخر الروك كولوم بتاع كودي. حلوة. طيب كده بيقول لك ابي does not like دانا. هل دانا يعني هل انا هرسم حاجة يعني using this sentence او هحط صح حتة يعني using this sentence؟ لا. تمام. بس هنحافظ عليها ممكن نستفيد منها. يقول لك this likes كودي or دانا. فهل هستخدم دي طيب حاجة دلوقتي؟ لا عشان ممكن يا دي او دي فلازم استنى. بالظبط. ماشي نركز بقى في اللي جاي. يقول لك ابي لايكس everyone whom this like. فبيقول لك ابي بيحب اي حد بس بيحب. هل اقدر اكومباين او اعمل كومباينيشن من الرولز دي واطلع حاجه منهم؟ يعني بس بيحب كودي يا بيحب دانا. وابي بيحب اي حد بس بيحب وابي ما بيحبش دانا. فانا في الاخر هقدر اطلع ايه؟ ابي لايكس بس سوري كودي. لا ابي لايكس كودي بس ما بتحبش دانا. بالظبط. يبقى بس بتحب كودي وابي بتحب كودي صح كده؟ مظبوط ولا ايه؟ بالظبط كده. ماشي حلو قوي. ممكن تاني؟ بس بتحب كودي. ماشي احنا قلنا ان ابي بتحب اي حد بس بتحبه. فهي بس بتحب كودي ودانا وابي احنا عارفين انها ما بتحبش دانا. احنا قلنا ان بس بتحب يا اما كودي يا اما دانا بس مش عارفين انهي واحده فيهم. وابي ما بتحبش دانا يبقى ابي بتحب مين؟ كودي. وادام ابي وبس بيحبوا نفس الناس يبقى بس برضو بتحب مين؟ كودي. احنا برضو يعني لسه في سي ما نعرفش بيس بتحب كودي ولا لا. ممكن تطلع في الاخر بتحب دانا. دي لا ما ينفعش. ليه؟ لان ابي بتحب نفس الناس اللي بيس بتحبه. بس مش شرط ان بيس بتحب نفس الناس اللي بتحبها ابي. ما هو ما ينفعش يعني. ما هو بالمنطق كده لو بيس بتحب دانا هل ينفع؟ ما هو ابي احنا قلنا انها ما بتحبش دانا. فاهم قصدي؟ هي بس ما بتحبش غير ايوه فهمت. الاوبشنز أيوة. عندك قصدي الاوبشنز اما كودي اما دانا. وابي ما بتحبش دانا وبس هي بتحب دي بتحب دي يبقى كده ما بتحبش غير كودي. تمام فهمت. تمام ماشي. يقول لك ايه بقى؟ بيقول لك كودي لايكس ايفريون هو لايكس هير. فده معنى ايه؟ ده هنترجمه ليه كده؟ بتحب كله. تمام حلو قوي. nobody likes herself. محدش بيحب نفسه. هل دي هنستخدمها في حاجه او دي متعارضه مع حاجه احنا عاملينها؟ هو الدياجونال ده فاضي يعني. ما دام الدياجونال ده فاضي فاحنا تمام. دي تمام. فاحنا كده خلصنا يعني. هي دي هو ده الجدول اللي هو مطلوب يعني. حد عنده سؤال في الجدول ده عملناه ازاي؟ وانا دايما يا باشمهندس ببدا بالروز وبتشيك على الكولومز مش العكس صح؟ لو ركزت هنا هي مش فرق. عشان ايه بس. لكن لو ما كانش فيه ايه كانت ممكن هتفرق صح؟ بالظبط. يعني خلينا نتفق ان احنا كنا بنبتدي من يعني نأسيوم ان الاي هي الروز وان احنا بنتكلم على روز يعني السنتنسز هي الروز.
تمام. فاه خلينا كلنا نوحد اسلوب الحل على الاسئله دي يعني. وهو ان جنرال يعني عشان نسمبليفاي هو لازم في الاخر هيقول لك يعني لازم في السؤال لو هو سؤال في امتحان في ميد تيرم او فاينل لازم هيقول لك تمام. ولو ما قالش خلينا كلنا نوحد الايه ان احنا هنبص روز. تمام تمام يا باشمهندس شكرا. خش على السؤال اللي بعده ده الحل برضو عشان يبقى معاكم يعني. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ بيقول لك consider a set of premises او givens تمام that are true in the four states shown in figure 1. يعني احنا عندنا اربعة figures وعندنا شوية sentences وعايزين نفيريفاي هل هم بيميتوا او هم valid او true في الاربعة states دول ولا لا. تمام اول واحده بيقول لك ايه؟ بيقول لك ابي لايكس بس اور بس لايكس ابي. حد كده يبص على الاربعه ستيتس يقول لي هل دي متحققه ولا لا في الاربعه. ثاني جدول الاربعه لازم تبقى متحققه في الاربعه. اه لا فولس. تمام حلو. somebody likes herself. في حد بيحب نفسه؟ حلو قوي. Everybody likes somebody. في حد يعني كل الناس بتحب حد. True. كل الناس بتحب حد. True. يعني الحاجات الأولانية في الشيت دي سهلة يعني. فده برضو الحل يعني ممكن تبقوا يعني تبقى ترجعوا له. طيب خلينا نخش على السؤال اللي بعده. بيقول لك إيه؟ دي بقى حاجات ممكن تيجي بقى في الامتحان بقى ونبتدي بقى نركز مع بعض. يقول لك say whether or not the following reasoning patterns are logically correct. يعني هل الجمل دي correct ولا لا. يقول لك all x are z all y are z therefore some x are y. هل ده صح ولا غلط؟ true ولا false؟ مش لازم false. تمام حد عنده اعتراض؟ كانت عاملة كده ماشي. وده الواي وبيقول لك كل الاكس في الزد وكل الواي في الزد بس ده مش لازم ان هما الاثنين يكونوا بيتقاطعوا. اهي دي كيس متحققة all x are z اهم all y are z اهم في الاخر هما مش متقاطعين فعشان كده احنا ما حققناش الايه condition ده. تمام ولا ايه؟ تمام فدي ايه؟ فدي غلط. طيب some x are y all y are z therefore some x are z ده true ولا false؟ true. حد عنده اعتراض؟ طيب هو قال لك all y are z قال لك some x are y therefore some x are z. ليه؟ لان هو قال لك شويه من الx هم y وشويه بره والy كله جوه الz فلازم يكون في شويه من الx جوه الz. فده الشكل يعني دول يعني على بشاعه المنظر. تمام فدي برضو ايه لا دي ترو. حلو قوي ماشي. يقول لك all x are y some y are z therefore some x are z false ماشي ترو. خلينا نشوف ماشي. في ناس قالت ترو ناس قالت false فدول ال y دول ال z فانا ممكن احط الاكس هنا صح فهي فولز. تمام ولا ايه؟ حد مش مقتنع؟ حلو المسائل دي حاولوا تبقوا ترسموها كده بتسهل جامد يعني. طيب وده الحل قشطه عندكم ايه الحلول ودي الرسومات برضه.
عشان برضه تبقى تبقوا ترجعوا له. تمام ماشي، نخش على اللي بعده. بيقول لك ايه بقى السؤال ده برضه يعني مش صعب قوي. بيقول لك ايه say whether each of the following expression is legal sentence or not. يعني انت عايز تشوف هل السنتنسز اللي موجودة عندك دي legal ولا لا، يعني ايه يعني اللوجيك مكتوب مظبوط ولا لا. فاول واحدة دي هل ده لوجيك مظبوط ولا لا، في وبعد كده دايما زيرو. لا انا ماليش دعوه هو بيفاليويت لي ايه، هل هو مكتوب صح يعني هل ده منطقي يعني يعني انت وانت بتكتب كود في حاجه اسمها سينتكس ايرور، هل السينتكس بتاع الكلام اللي مكتوب ده صح ولا غلط، بس انا ماليش دعوه بيفاليويت لي ايه فده صح. طيب اللي بعده صح برضه. حلو قوي اللي بعده. صح مبروك. هل في حاجة اسمها كده؟ ما ينفعش تبقى قوس معمول له نوت بعديه على طول حاجة معمول لها نوت، لازم يكون فيه operation، ده مش مظبوط. طيب هل ده صح ولا غلط؟ غلط برضه، عشان دي عشان نوت ينفعش اتنين operation ورا بعض. مظبوط دي غلط. طيب هل ده صح ولا غلط؟ هو ينفع اتنين اوبريشن ورا بعض بس ما ينفعش النوت قبل الاند والاور، ينفع بعديها عادي. اه فهمت تمام. ده صح ولا غلط؟ صح يا جماعه. ماشي مظبوط كده. حد عنده اعتراض على الحل اللي احنا حليناه هنا؟ ماشي حلوة. دي برضو الحلول اهي ماشي، وشد لكم خط جاي تحت الغلط ماشي. تعال نخش على اللي بعده. اتفضل. هو انا لو عايز افكها بقى اللي اخر واحده دي، هل في ترتيب معين للحاجات ان انا افكها بيها ولا افكها ازاي؟ يعني انا هعرف مفيش مثلا ان اكويست تحدد لي. انت دلوقتي عارف ان الامبلايز دي اول حاجه لازم تفكها، فانت هتفكها ازاي؟ هتاخد نوت الطرف الشمال، هتحط كل ده جوه النوت، وبعد كده تعمل له اور مع الطرف اليمين، وبعد كده تبتدي ايه تدخل النوت دي جوه وهكذا لغايه لما تعمل لها سمبليفاينج. فاول حاجه هتفكها او اول حاجه بنفكها يعني ايه، يعني هو برضو على حسب السؤال بس اه طبعا في ترتيب منطقي. لازم يعني ما ينفعش انت مش بتروح يعني تابلاي الاوبريشنز من اليمين او من الشمال وخلاص. هنشوف الكلام ده كده كده يعني، بس انت قدامها هتابلاي الامبلايز هتحط النوت لكل الطرف الشمال اورد مع كل الطرف اليمين. تمام ماشي. انا قصدي بعد ما احط النوت بقى يعني هيبقى عندي اور واند مع بعض، يعني هبدا مين اول او مين بعدي، يعني مش عارف هخلص مين الاول قبل ما اشوف مين. ما هو في حاجه اسمها دي مورجانز رول تمام، وفي حاجه اسمها برضو اسوشيتيفيتي. يعني انت كانها البلس والماينس multiply والdivide في الاخر، انت لما تيجي تابلاي النوت بتابلاي دي مورجانز رول، النوت بتقلب كل سيمبل النيجيشن بتاعه، والاور بتقلب اند، والاند بتقلب اور. تمام. في الكيس اللي احنا فيها ديت هو في الاخر انت كلهم معمول لهم يعني في الاخر انت عندك هنا P ORD مع النوت Q، AND مع النوت P، ORD مع النوت Q. فساعتها هما هنا مفيش أقواس، فساعتها الترتيب بتاعهم مش هيفرق قوي. لكن لو انت عندك أقواس زي هنا فانت في الاخر لازم تأبلاي القوس كله على كل اللي جوه. يعني انت هنا الـ OR P ORD مع الـ Q، فانت مرة القوس ده كله هيتأبلاي ORD مع الـ P، ومرة القوس ده كله هيتأبلاي ORD مع الـ Q، ورد مع بعض. لا مش في الاخر مش فارقه، انت ممكن تشيل القوس ده
لان هنا العمليه اور وهنا العمليه اور، فاهم قصدي؟ فكان ده كله بعد ما تدخل النوت هتبقى شويه حاجات اورد مع بي اورد مع كيو على طول، تمام؟ ادام ما فيش اقواس فالدنيا هتبقى عاديه شويه، بس لازم على الاقل في الاول تفك الايه، تفك الامبلويز كده كده. هنشوف اكزامبلز على الكلام ده يعني، دونت وور يعني، وده في حد ذاته حاجه يعني شبه مستحيل، لان ده برضو اكسبريشن كبير شويه يعني. الحاجات في العادي بتبقى حاجات سيمبلر يعني، لان دي مش حاجه منطقيه انت تقعد تحسبها يعني، تمام؟ تمام مش تعال كده هنشوف اكزامبلز يعني على الكلام ده، دونت وور يعني. يلا نخش على اللي بعده. ماشي، بيقول لك ايه؟ بيقول لك consider a truth assignment، يعني انت هت assign values in which p is true، تمام؟ يعني انت هتحط ال p بالtrue وال q false وال r بالtrue. evaluate the following expressions or sentences. فأول واحدة اللي هي أول sentence ايه؟ p بالtrue ولا false؟ ماشي، احنا قلنا هنا ايه؟ ال p بالtrue، تمام؟ فهنا في 1 والكيوب فولس 0 سوري 0 اندد مع 1 0 اندد مع 1 بايه؟ ب 0 وده امبلويز 1 و 0 دي كانت الحاله الوحيده اللي بتطلع ايه؟ اللي بتطلع فولس، تمام؟ طيب بي امبلويز كيو اور اور ده بترو ولا فولس؟ ترو. ليه؟ لان دي بزيرو ودي ب1 وده اور، فهيفاليوته في الاخر لايه؟ ل1. والبي ب1 فده 1 و1 فدي بتطلع ايه؟ ترو. لو حد في حاجه مسقطها او وقع منه يقول لي ونعيدها، تمام؟ طيب سي بي ان كيو امبلايز اور، دي بترو ولا فولس؟ ترو. ترو. ترو ليه؟ لان البي ب1 والكيوب 0 فده كله بيمبلاي او ده كله معناه ايه؟ ده كله معناه 0، لان ده 1 اندد مع 0. ولما قلنا ان الليفت هاند سايد بتاع الامبلاي ب0 على طول بتطلع ترو ايا يكن الفاليو بتاعت اللايف هاند سايد، فدي بترو. طيب بي اندد مع كيوب، مش مهندس اتفضل، هو بيبقى فيه بريوريتي ولا على حسب الاول اوبريشن؟ يبقى في بريوريتي. اه ما احنا قلنا في بريوريتي، بتصدق على الاوبريشن ترتيب او الاكسكيوشن بتاع الاوبريشن نفسه، صح؟ اه يعني انا كان في دماغي كيو امبلايز ار بعد كده اندد مع بي. لا بص، ماشي انا فهمت قصدك. هو المفروض يعني الكيس ديت يعني ماشي، هو المفروض يبقى فيها اقواس، تمام؟ عشان يبقى منطقي يعني اللي انت بتقوله. بس احنا بص يا اسطى، انا هقول لك على حاجه جامده جدا. خلينا نعمل ايه؟ ثانيه واحده، تعالى نعمل كنترول زد، وتعالى نجيب الاريزر. بص هو في الاخر لو يعني الاوردر بتاع الترتيب بتاع العمليات هو النوت، تمام؟ بعد كده الان، بعد كده الاور، بعد كده الامبلويز، تمام؟ يبقى نوت اند اور امبلويز، خلاص. يبقى انت يبقى كده الاند الاول وبعد كده امبلويز، بالظبط كده، تمام؟ ده ترتيب خلوه محفور في دماغك، not and or employees، تمام؟ وطبعا الاقواس اعلى حاجه، اعلى حاجه خالص الاقواس، يبقى not and or ايه employees. حد متلخبط في القصه دي؟ انا كنتش عايز يعني نلخبط نفسنا، بس خلاص انت ذكرتها فخلينا ايه نقول الترتيب، تمام؟ وبعد كده بقى تحل بالترتيب ده اي مساله، تخش على اي مساله تحلها كده. طيب خلاص احنا قلنا ديت عملنا لنا evaluation، نجيب البن ودي ايه؟ بترو. ماشي حلو قوي. دي بي اندد مع كيو امبلايز نوت اور، شو دي بايه؟
ترو ده اللي احنا لسه قايلينه، ادام الجنب الشمال بزيرو على طول الجنب اليمين ما ايه ملوش لازمه، لان على طول هي تفاليت لايه لترو. حلو قوي. طيب اخر واحده P and Q equivalent ل Q and R. حلو قوي. True. ماشي. اللي انتوا قلتوه ده تمام. الفكه بتاعه ال equivalent ديت هي الشمال بيمبلاي اليمين. حلو الكلام. ان اليمين بيمبلاي الشمال، يعني مثلا لو عندنا ايه امبلاي ايكويفالنت البي ده معناه ان الاي امبلايز بي اند البي امبلايز اي. خلاص ده الفكه بتاعه ال بسم الله الرحيم اللي هي الايكويفالنت. تمام. بس هي equivalent بالمنطق كده ان هما الاثنين equivalent لبعض، يعني هما الاثنين زي بعض بالظبط identical يعني. فانا هنا عندي هنا ال P ده معناه سوري ده معناه 1 وال Q 0، فدول عملنا لهم ending فطلعت 0، وهنا ال Q 0 ended مع 1 فده ال ending بتاعهم طلع 0، فدول equivalent، فدي برضو بترو. تمام. حد عنده مشكله في الموضوع اللي احنا قلنا ده في الاكزامبلز دي؟ حد عنده مشكله في الترتيب طيب بتاع الـ بتاع الاوبريشنز؟ تمام يا باشمهندس. تمام ماشي. تمام ماشي حلو قوي. ودي الايه ودي الاجابات. نخش على اللي بعده. بيقول لك consider the sentences shown below. There are three propositional consonances here. اللي هو ال P و Q و ال R. دولت الايه؟ دولت ال symbols. That there are eight possible truth assignments. هو لو ما قالش دي احنا بالمنطق كده المفروض عارفينها، يعني عندي ثلاثة symbols فعندي كم possibility، عندي كم احتمال، كم احتمالات اللي هو ايه؟ اللي هو 2 power 3. How many of these assignments satisfy all these sentences? تمام. فهو من الاخر انا عايزك تعمل ايه؟ عايزك ترسم ترسم الجدول بتاع الترو ستيبل بتاع الثلاثه دول. تمام. وتعمل assignment للفاليوز وتشوف امتى الثلاثه دول هيكونوا satisfied. الثلاثه دول هيبقوا ايه؟ هيبقوا ساتسفايد بهم. فده تعويض مباشر يعني يعني ده اللوجيك الطبيعي اللي هو اللي احنا عارفينه. فبدل ما نقعد ارسم الجدول انا اوريدي عامله لكم هنا. فتعالوا نبص عليه. يعني احنا عندنا 8 احتمالات اللي هو ايه؟ اللي هو من اول 000 لغايه 111. تمام. دولت الثلاثه ستيتمنتس اللي عندنا. فانت عندك P or Q or R دي هتبقى على طول بترو ما عدا لو التلاته بزيرو. في حد على فكره تقريبا فتح المايك فخلوا بالكم. فاحنا التلاته دول اورد مع بعض فهتبقى على طول بترو ما عدا لو التلاته ايه بصفار. حد عنده مشكله في الستيتمنت دي او السنتنس دي؟ تمام. طيب يقول لك P implies Q and R. فأولا هبص على left hand side، لما left hand side يبقى بزيرو ساعتها السنتنس دي على طول تبقى بترو. فدول أربع أصفار أو أربعة زيروز أهم، فهيبقى عندنا أربعة ones أهم. طيب إمتى لما ال P تبقى ب 1 السنتنس دي تبقى ب 1؟ يعني لما البي تبقى ب 1 في الاربعه اللي جايين امتى السنتنس دي تبقى ب 1؟ لما الرايت هاند سايد يبقى بايه؟ يبقى ب 1. وده كيو اندد مع الار. فالحاله الوحيده اللي هم ب 1 فيها اللي هي دي. فساعتها هتبقى دي الوحيده اللي ب 1 زائد الاربعه دول والباقي هيبقوا بزيروز.
تمام؟ انا بحاول احلها معاكم بمنطق بدل ما نقعد نملاها كده زي الكتاب يعني، بحاول نبص لها از لوجيك ونحلها بلوجيك عشان نقدر نفل الخانات اسرع يعني. طبعا انت لو حابب تفك الامبلايز دي وتقعد تعوض بايدك تمام مفيش اي مشكله، بس اللي بيحلها كده بيحلها اسرع بكتير. طيب عندنا كيو امبلايز نوت ار، طول ما الكيو بزيرو الستمنت دي بايه بترو، فالصفرين دول قصادهم اتنين واحد، والصفرين دول الصفرين دول والصفرين دول قصادهم اتنين واحد واتنين واحد، تمام؟ فدول احنا حليناهم على طول بالنظر كده اول لما بصينا. طيب امتى لما كيو تبقى بوان الستمنت دي تبقى بوان؟ كيو هنا بوان اهي، الستمنت دي تبقى بوان لما الرايت هاند سايد يبقى بوان، ودي نوت الار، فهنا هتبقى بوان عشان دي زيرو اهي، وهنا هتبقى بوان عشان دي زيرو اهي. ففي الاخر الاصفار في اخر الستمنت هتبقى دي ودي بس. حد عنده مشكله احنا ازاي عملنا او مالينا تو ستيبل ده؟ طبعا انت لو حابب تعمل تو ستيبل ده على طول تقعد تملاها خانه براحتك يعني، انا بحب املاها كده عشان تبقى اسرع شويه. انا اخدت وقت شويه عشان بحاول اشرح لكم انا بفكر ازاي، بس ده مش معناه انك محتاج تملاها زي ما انا بملاها كده، عادي فك الامبلايز وعوض وبراحتك يعني. ففي الاخر فين الاوبشنز اللي هي بتساتسفاي كل الستيتمنتس هم دول الاثنين دول بس، وهتلاقيهم معمولين بالبولد يعني، عامه هتلاقيهم بولد كده في الجدول يعني. حد عنده مشكله في الحل بتاع كويشن 7؟ تمام الدنيا تمام ماشي. بص على السؤال اللي بعده بيقول لك ايه بقى. بص السؤال ده يعني هنقراه وبعد كده هقول لكم يعني حاجه فيه. بيقول لك consider a propositional language with three propositional consonants mushroom و purple و poison. يبقى انا عندي ايه؟ mushroom و purple و poison، يبقى دول ثلاث حاجات مختلفه تمام، each indicating the property suggested by its spelling. يعني مهم يعني فكرة من الكلام ده كله، هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان هو عايزك توصف الانجليش sentences اللي جايه ديت as a propositional logic تمام، وانت عندك ثلاثه symbols mushroom و purple و poison. خلاص حد يقول لي كده اول واحده دي هتبقى ايه؟ معاك اند ومعاك امبلايز ومعاك اور ومعاك نوت ومعاك كل حاجه. اول purple mushrooms are poisonous. حد كده يقول لي purple mushroom purple أيوة. mushroom implies poisonous. purple and sorry and شفت بقى اللوجيك الثاني ده مأثر على الواحد ازاي. purple and mushroom implies poisonous تمام، لان انا عندي دول symbols. خلاص طيب a mushroom is poisonous only if it's purple. only if دي فاكرينها كانت موجودة في الايه؟ في الحاجات اللي بنستخدمها مع employees. فتعالوا نرجع كده بسرعة اهي. P only if Q، يعني ال P بتيجي قبل الايه؟ ال only if. خلاص اللي هو لسه ما حفظتهاش يعني، تعالوا نروح بسرعة 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 بسرعة. فمعنى كده ان ال P هنا وال Q هنا، حد كده يقول لي هتبقى عاملة ازاي؟ مشروم وبويزنس، فهنا بويزنس او مشروم الاول and poisonous implies purple تمام. حد عنده مشكلة في تاني sentence دي؟
حلو طيب بيقول لك ايه a mushroom is not poisonous unless it is cooked برضه unless دي احنا كنا بنستخدمها مع الامبلويز كنا بنستخدمها ازاي بنستخدمها ازاي تعال نرجع بسرعة نفس اللي فوقيها لا مش نفس اللي فوقيها unless q unless not p انت قصدك الاجابه صح انا سوري انا كنت قصدي الاستخدام معلش انا اسف انا حتى انت كنت طيب ماشي حلو احنا بنستخدم q unless not p فيبقى ال q بتيجي قبل unless وبيجي بعدها not ال p تعال نروح كده هنا بيقول لك ايه فهنا بيقول لك not ال p اللي هي تبقى not sorry او بيقول لك a mushroom is not poisonous unless it is purple اللي انت قلته ده صح يعني اللي انت قلته ده صح اللي هي تبقى ايه هتبقى mushroom and مع poisonous flies purple او not purple implies not mushroom and poisonous دي او دي اللي انت اللي اتكلم دلوقتي كان صح يعني يا اما دي صح يا اما دي صح عشان احنا قلنا ايه implies لو حاجه implies حاجه هي النوت بتاع الكيو implies النوت بتاع البي فالاثنين دول صح الاثنين دول مظبوطين يعني انا اتلخبطت لسه شويه ماشي حلو ماشي بص انت هنا دلوقتي بتقول ايه بتقول نوت البي هنا صح يعني الانلس بيجي بعديها نوت البي هل انت معترض على انا قلته دلوقتي تمام يبقى ده ايه يبقى ده نوت البي اهو امبلويز ا مشروم از نوت بويزنس يعني هو مش مشروم بويزنس فنوت مشروم اند بويزنس هي دي بتلخبط كده كده يعني والسؤال ده يعني في كل سنه بيبقى بيلخبط هو عامه يعني هو ده اكزامبل من المرجع يعني وفي الاخر هو بيدل على مدى فهمك الانجليش يعني او استواك الانجليش فهو بيقول لك ايه ده مش مشروم بويزنس نوت مشروم اند بويزنس هي 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 بان التعريف بتاعها غريب فاهم قصدي يعني بس هي كده يعني هو مش مشروم وبويزنس بس فاهم هو مش المفروض يبقى مشروم بس مش بويزنس مشروم اند نوت بويزنس لا ما هو بص يعني هي دي نيجي يعني دي نيجاتيف يعني دي نيجاتيف سنتنس a mushroom is not poisonous ف والله بص يعني انا مش بعترض قوي على الحته دي يعني انا ممكن يعني انا لو قدامي السؤال ده وحد عملها كده او حد عملها زي ما انتم بتقولوا انا هحسبها صح بالنسبه لي الدكتور هتحسبها صح لان هو في الاخر ده فهمك للانجليش يعني في الاخر انت فاهم اللي انا عايزك تعرفه يعني استخدام unless فهلاقي نوت بيربل تمام وبعد كده حطيت لي النوت بره تمام حطيت النوت جنب البويزنس تمام مش هيبقى عندي فيها مشكله لان ده انجلش وايز يعني هو اهم حاجه فهمك للunless والنوت بتاع اللي بعدها يعني فماشي اكسبتد يعني في يعني كده كده مفيش مشكله يعني بس عامه الجمل اللي هتيجي بعد كده في الامتحانات في الميد تيرم والفاينل الحاجات دي بتبقى حاجات واضحه ما تبقاش حاجات فيج زي كده يعني فدونت وري يعني هي دي بس فيج شويه بس ان جنرال اتس اكسبتد يعني اللي انت قلتوه اللي جبتين انت قلتوه تمام بالنسبه لي تمام حد عنده مشكله في اللي اتقال طيب برضو اللي جاية دي ممكن يحصل عليها اختلافات يعني بس خلينا نشوف No purple mushroom is poisonous تبقى purple and mushroom implies not poisonous عايز تقول not purple لا not mushroom لا مش purple يعني كده معلش purple ماشي. and mushroom okay. implies okay. not poisonous Okay, purple and mushroom implies not poisonous. Purple. هنكتب اللي انت بتقوله.
and mushroom implies not poisons. طيب حلو، حد عنده اعتراض شايف ده صح او شايف في حل تاني؟ انا عايز اقول not وافتح براكت purple and mushroom implies poisons. purple and mushroom implies poisons. تمام، حد عنده يعني حد مثلا متفق مع الإجابة الأولى؟ حد متفق مع الإجابة الثانية؟ حد معترض على الاثنين؟ أو حد عنده إجابة ثالثة؟ هو أنا شايف كده إن الثانية غلط يتهيألي. ماشي، تعال نفك ال تعال نفكهم ونشوف مين فيهم اللي صح. ماشي، طيب دي لما نفكها تبقى عاملة ازاي؟ هتبقى not purple and mushroom. لو دخلنا not جوه هتبقى not purple، والnot لما تخش على الاند هتبقى or، صح كده؟ not المشروم، دخلت النوت جوه بعد كده اور نوت بويزنز. تمام، ماشي. دي لما هتتفك تبقى عامله ازاي؟ هتبقى نوت فهتروح. تمام، يبقى عندي هنا بيربل اند مشروم، كل ده اور بويزنز. ده مش صح. تمام، دي صح. ليه؟ لو سحبت النوت بره، معلش هنكمل هنا في الجنب ده، هتبقى نوت والاندنج بتاعهم كلهم اللي هو purple، بعد كده الاورا تبقى and poisonous and mushroom. ده صح، يعني ما الثلاثه مش هيبقوا موجودين مع بعض، يعني ما فيش purple بواحد وبويزنس بواحد ومشروم بواحد هيطلع واحد. فاهم يعني؟ يعني هو از لوجيك وايز هي دي اللي صح، اللي هي دي يعني اي واحده من الثلاثه دول صح. دي صح، يعني الثلاثه مش هيتحققوا مع بعض. لو الثلاثه بواحد النوت دي هتحولهم لصفر، الثلاثه مش هيتحققوا مع بعض. ودي برضو صح ودي برضو صح. زي ما قلنا ممكن تكون الحتة دي فيك شوية، بس هي تعتمد على شوية ايه، ازاي انت بتقدر توصف السيمبولز اللي عندك للوجيك، ولازم في الاخر الرول اللي انت بتطلعها تمنتين الستيتمنت اللي عندك. فاهمين قصدي؟ ماشي، بس اتفضل قول. معلش انا في سي متلخبط شويه، يعني احنا حددنا مين بي ومين كيو على اساس ايه زي ما عملنا في بي؟ لا، ما زي ما قلت لك دي رول، الانلس بيجي بعديها النوت بي، هتلاقينا حطهالك في السلايدز، موجوده برضو في السلايدز في المحاضره. الانلس بيجي بعديها نوت البي وقبلها الكيو، دي ممكن تحفظه لو انت مش قادر تستنتجها سياق الجمله يعني. تمام، انا فاهم، بس مش عارف من شكل الجمله، يعني لما اعتبرت ان البيربل هي كيو واعتبرت لا، البيربل ما ينفعش تعتبرها كيو الانلس يجي بعديها نوت البي. انلس دي اللي هي ايه؟ لا، في نوت يجي بعديها نوت البي. سوري، عشان نخلينا كده نرجع، خلينا نرجع للرول اهي الانلس. تمام، unless دي كنا ناخدها في الانجليزي زمان اللي هي ايه؟ لا if not، صح؟ فالنوت دي كاننا شلناها مع النوت دي. فاهم قصدي؟ فانت فاهم يعني، بحاول احول لك الانجليش للوجيك يعني، يعني هي دي او هي دي. فاهم قصدي؟
هي دي برضه. بس الانليست نفسها، الانليست نفسها هي اف نوت، تمام ولا ايه؟ يعني ممكن نرجع تاني لل ماشي، تعال نرجع تاني. ماشي، يبقى احنا قلنا هنا اف، يبقى يعني الانليست هي اف نوت، فبيربل دي يعني نوت البيربل implies ده هو قبل الانلس. تمام. في ناس هتقول مشروم ماشي ended مع النوت بتاع poisonous، وفي ناس هتقول نوت المشروم ended مع نوت poisonous. ف يعني في الاخر احنا مش بنحل المساله على قد ما احنا بنوصف السنتنس بلوجيكال بوزيشنال لوجيك يعني. فانا شايف ان الاثنين اكسبتد يعني، حتى من وانا ما كنت طالب يعني كان ساعتها برضو يعني كان ساعتها كنا بنكسبت يعني الاثنين يعني. فانا وجهه نظري يعني الاثنين اكسبتد يعني. انت شايف حاجه ثالثه او هم الاثنين مش داخلين دماغك مثلا او حاجه؟ تمام يا جماعه. تمام. لا يعني في حاجه مش انا اقول لي يعني نعيدها بس شو واحد. انا تمام فهمت دلوقتي. تمام حلو. ماشي هتلاقوا برضو السوليوشن بتاع السؤال ده هنا، ممكن تبقوا ترجعوا له يعني في السلايدز. هنخش على السؤال اللي بعدين. بيقول لك ايه؟ بيقول لك انت عندك كومباني، كومباني دي بتصنع ايه شوية ويدجتس. المهم هي الويدجتس دي معمولة من ماتيريال ليها كولرز وفي شوية فينيشز، تمام. والكمباني دي ماشي على شوية ايه statements او rules ما ينفعش تخرج براهم، تمام. اه بيقول لك ايه يعني انت عندك شوية constraints او شوية rules. هو بيقول لك your job here is to select material, color and finish in such a way that you satisfy constraints دي او rules دي. فحد كده يقول لي combination between material و color و finish بحيث ان هو يبقى مساتيسفاي الحبة دول، حبة الconstraints دول. خلي بالك هو في كتير، فالمسألة دي مش يعني عايمة يعني، ممكن نكتفي باتنين تلاتة يعني. هو اول ما بيقول لك ايه معلش هو عايز ايه تاني؟ ماشي هو بيقول لك انت اختار ويدجت معمول من ماتيريال معينه بلون معين بفينش معين ويكون بيساتسفاي دول، تمام. انت عندك الرولز دي ايه يعني ايه الكونسترين اللي عليها؟ اول واحده بيقول لك ان الماتيريالز يا اما الومنيوم يا اما كوبر يا اما ايرون. الكالرز يا اما ريد يا اما جرين يا اما بلو يا اما جراي، تمام. وبيقول لك لو انت اخترت الومنيوم يبقى لازم الكالر يبقى جراي، ولو انت كوبر في نوت كوتد يبقى لازم الكالر يبقى ريد. والايرن امبلايز كوتد، يعني لو انت الماتيريال ايرن يبقى الفينش لازم يكون ايه كوتد. حد كده يقول لي كومباينيشن من الثلاثه بيساتسفاي الرولز دي؟ الومنيوم وجراي واي فينش بالظبط كده، الومنيوم وجراي ومثلا كوتد. ماشي حد يقول لي حاجه تانية كده؟ حد يعني مثلا يطلع لي مثلا مثلا كومباينيشن من الرول دي، كوبر مثلا، مثلا اي حاجه، ايرن جرين كوتد مثلا. ايرن جرين كوتد ماشي حلو. جراي كوتد كوبر، جراي كوتد كوبر كوبر ماشي. برضه انا عايز حد يطلع على دي يعني هنا تبقى كوبر ومثلا مات، تمام. كوبر ومات فيبقى ساعتها لازم تبقى ريد مثلا. في طبعا كومبينيشنز بالهبل يعني، فدول الثلاثة اكزامبلز. في حاجات تانية كتير يعني ممكن تطلعها يعني، ده بيشيلك بس بتقدر
ساتسفاي كونسترينز ولا لا. ماشي، حد عنده مشكلة في السؤال ده؟ هو سؤال سيمبل يعني، مش حاجة هو بس انت خدت تمشي على الرولز وخلاص، والإجابات كتير، فهو حتى مش هحدد لك عدد معين من الإجابات، فممكن تكتفي بثلاثة ولا حاجة. طيب هنخش على السؤال اللي بعده. يقول لك هي نفس الكومباني بس غيرت شوية في الكونسترينز بتوعها، تمام، وبقى عندها اوردر للبرودكت معمول من الكبر وجرين اور بلو والفينش بتاعه مط. يبقى انا عندي برودكت كبر الكلر بتاعه جرين او بلو الفينش بتاعه مط. يور جوب هير از تو تشيك، انت عايز انت تشيك الكونسترينز ساتسفايد ولا لا. خلاص طيب، حد كده يقول لي اول كونسترين ده ساتسفايد ولا لا؟ تمام، عشان في كبر. حلو، تاني كونسترين تمام عشان ما فيش ألمون. مظبوط. ثالث كونسترين لا عشان مش رد. مظبوط، يبقى تالت كونسترين ده مش ساتسفايد. رابع كونسترين هي في كونسترين ملهاش علاقة، خلوا بالكم، تمام عشان كبر. مظبوط ماشي. آخر واحد مظبوط. مظبوط ماشي. حد عنده مشكلة ازاي حلينا السؤال ده؟ ماشي حلو قوي. طيب ودي الحلول برضو برفعها لكم. طيب نيجي على اخر سؤال في الشيت. انا عايزكم تركزوا في السؤال ده لان الفكرة بتاعته ممكن تتكرر بعد كده، تمام؟ فعايزين نركز قوي. حلو قوي ماشي. بيقول لك ايه؟ بيقول لك given the following can you prove that the unicorn is mythical, how about magical horned. انت عندك ثلاث حاجات عايز تعملهم proof من شوية givens. بيقول لك ايه؟ بيقول لك if the unicorn is mythical، تمام، هو مديك شوية جمل كده وانت محتاج يعني تستنتج منهم التلاتة دول، هو بيقول لك هل تقدر ولا لا، ولو تقدر يعني يبقى كتر خيرك. يعني هو السؤال عرفت تبروف واحدة تمام، عرفت تبروف اثنين، عرفت تبروف ثلاثة، ده على حسب الجيلنز اللي معاك. فهو بيقول لك if the unicorn is mythical then it is a immortal but if it is not mythical then it is a mortal mammal. If the unicorn is either immortal or a mammal then it is a horned. The unicorn is magical if it is a horn. طيب تعال نقسمها الأول لجمل عشان نقدر إيه نحل المسألة دي. عايزكم تركزوا معايا. If the unicorn is mythical then it is a immortal. احنا عايزين نقطع كده هنا. بعد كده بقول لك if it is not mythical then it is a immortal mammal. احنا نقطع هنا برضه. بعد كده بقول لك if the unicorn is either is either immortal or a mammal then it is a horn. The unicorn is magical if it is a horn. يبقى انا اول حاجه قطعت الجمل اللي عندي فطلع عندي اربع جمل، واحد اثنين ثلاثه اربعه. طيب تعالى نقوم بالاسلوب بتاعنا، فعايزين نassign symbols ليهم. حلو الكلام، حلو الكلام ماشي. طيب يقول لك if the unicorn is mythical then it is a immortal. فهنقول ان mythical دي ام ماشي، وimmortal دي اي ماشي، فnot mythical دي not ام، then it is mortal mammal. هنسمي mortal mammal ديت هنسميها ايه؟ اللي هي mammal يعني فكك من mortal، مامل دي اللي هي ايه؟ بعد كده بيقول لك if the unicorn is either immortal
فدي الاي اللي احنا كنا جبناها من شويه اور مامل اللي هي ايه then it is a horn نقول عليها اتش. The unicorn is magical نقول عليها جي. If it is a horn فتعال نكتب الرولز دي. اول جمله هنطلع منها رول if the unicorn is mythical then it is immortal. حد كده يقول لي ايه الرول اللي هتطلع من هنا؟ m implies i. هنا عندك m implies i. طيب الجمله اللي بعديها if it is not mythical then it is a mortal mammal. حد يقول لي ايه اللي هيطلع من هنا؟ if it is not mythical then it is a mortal mammal. نقطه مورتال. ايوه مش المفروض ناخد مورتال دي معانا برضو ولا ايه؟ لا 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 خد مامل بس هي مامل المهم يعني هو الصفه هنا مامل. هو انا يعني كنت هقول هو انا كنت هقول نوت ام امبلايز نوت اي اند اي مورتال دي مش اي. انا بقول لك نوت اي عكس امورتال. بص يعني انت في الاخر يعني هي المساله دي هي كلمه مورتال دي هي صفه للمامل يعني انا فاهم قصدك انت عايز توصف كل حاجه زي ما هي بالظبط بس لا يعني احنا مهتمين بيه المامل نفسه تمام عشان برضه نسمبليفاي المساله يعني ف نوت ام امبلايز مامل. طيب اللي بعديها if the unicorn is either immortal or a mammal. انت خدت بالك ان هو ما استعملش هنا mortal يعني عشان كده بقول لك ان هو الكلمه المهمه هي mammal مش mortal يعني. فهو بقول لك if the unicorn is either immortal or a mammal then it is horn. حد كده يقول لي ايه الرول اللي هتطلع من هنا؟ i or a implies h. i or a implies h. اخر واحده the unicorn is magical if it is a horn. حد يقول لي كده ايه اللي هيطلع؟ H employ G. H employ G. طيب بصوا احنا نقدر نحل المسألة دي ايه يعني نفك يعني هو عايز نحل المسألة دي بالinterference rules تمام. لو من الاخر احنا هنحل كل يعني في الاخر انت هو دي الجيفنز اللي عندك فدول بتروه يعني M implies I دي truth دي حاجة given. Not M implies A دي حاجة given. True. I or A implies H دي برضو true. وH implies G ده برضو true. فإحنا عايزين نستعمل إيه؟ فإحنا عايزين نستعمل sound rules of inference. الرولز دي. فإنت ممكن تستعملهم direct يعني تقعد تسمبليفاي الحاجات مع بعض direct. ممكن تعمل حركه انا هوريها لك عايز بتستخدمها بتسرع الدنيا وبتخلي الموضوع اوضح بكتير. زي ايه؟ احنا كنا عندنا m implies i و not m implies a دي احنا حسسنا شفتها في حته حسنا شفتها في حته. تعالوا كده نرجع للرولز not m implies i و not m implies a. الام عندنا متكرره مره عادي ومرة نيجيتد. فهل عندي رول من دول فيها الشكل ده حرف متكرر مرة عادي ومرة نيجيتد اللي هي ريزوليوشن. بس هنا الاثنين دول اور اي اور بي ونوت بي اور سي بتطلع ايه بتفكس للحرف نفسه اللي هو موجود مرة عادي ومرة نيجيتد وبيقول الاثنين اورد مع بعض تمام. فدي ريزوليوشن رول. فتعالوا كده نرجع نشوف هل هنقدر نوصل الاثنين سنتنسز اللي عندنا للشكل ده ولا لا. فهنبص هنلاقي ده انا عندي ام امبلايز اي اللي هي ايه اللي هي لو شطبنا على دي كده او يعني بالراحه كده اللي هي نوت ام اور اي وهنا ام اور اي. فبصوا بقى انا عندي الرولز كلها جنب بعض فلما هاجي اريزولف حاجات مع بعض هستخدم الحركه دي هستعمل هنا ريزوليوشن فالاثنين دول مع بعض هيطلعوا ايه اي اور اي
حد عنده مشكلة؟ أنا كده عملت هنا ريزوليوشن، مش لازم أكتب بقى أنا عملت ريزوليوشن خلاص يعني، بس هي أنا هنا استخدمت ريزوليوشن دي. طيب عندي هنا I or A ده كده true خلاص، وعندي برضو I or A implies H، فهاجي هنا كده يبقى الاثنين بيتش، يبقى الاثنين دول بيتش، فأنا كده أثبت هو إيه horn يعني ال H بترو، فدي صح ال H بترو. طيب هل أقدر أستنتج حاجة تانية؟ أو طالما أنا عندي H و H implies G يبقى الاثنين دول بجي، أنا عندي H و G يبقى الاثنين دول يطلعوا إيه G. أنا عايزكم التري دي تتعودوا عليها يعني، دي بتسهل الموضوع جدا، بتحط رولز بتاعتك جنب بعض ومن الشكل كده تقدر تستنتج اه دي مع دي هتطلع اي اور اي، ودي مع دي هتطلع اتش، ودي مع دي هتطلع جي. الحل واضح جدا للي قدامك، واضح جدا انت خدت انهي رولز مع بعض وايه الاوتبوت بتاعها، فعايزكم تبراكتسوا عليها، واللي عايز بقى يحلهم يعني عادي ممكن بقى تحط رولز جنب بعض وتقول دي ان دي فروم 1 اند 2 then مثلا هنستنتج 3 فروم مثلا 3 اند 4 هنستنتج 5 عادي يعني، شوف انت بتحب تبروف ازاي، بس الطريقه دي بتسرع الموضوع جدا يعني. عايز تبروف عادي اللي هو البروف الطبيعي اللي هو بتاع اللوجيك اللي هو كده 1 و 2 وتقول ذير 4 3 وفروم مش عارف 3 and 4 5 براحتك يعني، الاثنين صح والاثنين صححوا والاثنين مظبوطين 100%. حد عنده مشكله في الطريقه اللي احنا استعملناها عشان نستخدم الساوند رولز اوف انفيرنس؟ طبعا انتوا محتاجين تبقوا عارفين الرولز ديت، محتاجين تبقوا عارفين ازاي تستخدموها وتبراكتسوا في الشيت، هو شيت مش معقد قوي بس برضو الشيت فيه أسئلة عايمة شوية عشان خاطر دي أسئلة نوعا ما من المرجع وكده، الأسئلة اللي هتبقى جاية في الامتحان هتبقى أسئلة واضحة، أي جيفن أنت حاسس إن هو هيبقى ناقص في السؤال زي مثلا الأكسسيز مثلا أنت عايز كم سنتس نعملها فيريفاي، أنت الكلام ده كله كان موجود قبل كده في الأسئلة اللي كانت قبل كده، الكلام ده هيبقى واضح جيفن ومش هيبقى حاجة عايمة يعني، فدونت وري من الحاجات دي. حد عنده مشكلة أي حاجة في الشيت طبعا هتلاقوا الحل هنا، بس مش يعني مش مرسوم الرسمة دي، كنتوا كده كده معاكم الريكورد يعني، كنتوا ممكن تبصوا على الرسمة دي في الريكورد. فإحنا قدرنا نثبت إن هو ماجيكال، قدرنا نثبت إن هو هورن، بس ما قدرناش نثبت إن هو ميثيكال. حد عنده مشكلة في الشيت؟ حد عنده مشكلة في أي حاجة في السكشن عامة؟ طيب تمام ماشي، انتوا عندكم محاضرة كمان تقريبا 7 دقايق، فنروحوا بقى ايه روقوا على حالكم كده وبتاع، وعوزت أي حاجة يعني بعتوا لي في أي وقت. تمام ماشي، احنا ممكن تفضلوا كده ماشي، نوقف الريكورد.